للجميع، اليوم بدنا نقدم مع بعضنا كيكة التفاح بالقرفة. تابعوا الفيديو للأخير وشوفوا التفاصيل والمقادير، إن شاء الله تعجبكم وتجربوها حامضة من جوا. بدنا تقريبا 4 تفاحات، رح أقشرهم وقطعهم مكعبات وفرجيكم باقي الخطوات. طيب ملاحظين بعد ما قطعتهم بهذا الشكل، سبحان الله كل تفاحة إلى لون، لأنه أنا اخترت كذا نوع من التفاح، كان في نوع اسمه سباي ما بعرف ليش. المهم أول ما بقطعهم دغري لازم أعصر عليهم ليمونة حتى يضل محافظين على لونهم. أوكي، نص ليمونة بكفي، يعني نحن بس بدنا إياها مشان ما يتغير اللون. ورح أحط عليها تقريبا ملعقة كبيرة من سكر البودرة، ورح أحط عليها قرفة أحركهم وأحطهم على جنب. رح أحط لهم ملعقة صغيرة من القرفة، بنحركهم مع بعض ونتركهم على جنب حتى نحضر بقية الكيك. وهلأ بصحن جانبي رح نحط 2 كوب من السكر البني. تعيروا السكر البني لازم يكون هيك مضغوط، هاي 3، وراح احط الثلث الثاني افرجيكم كيف بنعيره. كبيت شوي، لازم يكون باكت يعني هيك بيقولوا. اوكي، هاي 2 كوب من السكر البني، راح احط له ملعقه صغيره من القرفه، خلطهم مع بعض واتركهم لجنب. وهي هذا الخليط جاهز. هلأ منيجي على خليط الكيك الأساسي. بدنا 2 كوب من السكر العادي، هاي 3 2. حطينا السكر ورح نضيف عليه الزبدة عندي هون 1/2 كوب، لازم تكون بحرارة الغرفة، 1/2 كوب من الزبدة، ورح نخفقهم كتير منيح مع بعض تقريبا 10 دقايق، وبرجع بفرجيكم النتيجة. وبعد ما خفقتهم صارت معي بهالشكل هاد. رح ضيف عليها البيض، بحتاج لبيضتين بحرارة الغرفة، رح حط وحدة اخفق وارجع فرجيكم ارجع اخفق الثانية بس مشان الصوت رح ارجع لكم. وهيك خفقتهم، وهلا البيضة الثانية كمان بنخفقها، بنضيف عليهم 1/2 ملعقة من الفانيلا وبنخفق من جديد. اوكي هيك خلصت خفق، بس حابين افرجيكم كيف رح يكون الكريمي، هي السكر والزبدة والبيض. هلا بدنا نحط عليهم الطحين، بس اكيد بدنا ننخل الطحين قبل، أنا بحب أنخلهم هون دغري. بدنا 1.5 كوب من الطحين، هاي أول كوب وهي 1/2 من الطحين. أوكي، رح نضيف عليهم 1.5 ملعقة من البيكنج باودر، هي عندي هون 1/2 ملعقة، يعني رح احط 3 من هدول لانه بدنا 1.5 ملعقة. وكمان رح نحط 1/2 ملعقة ملح، رح نحركهم مع بعض حتى يدوق يختفي عندي الطحين تماما هيك بس بالمعلقة. وبس خلطتهم كلهم مع بعض رح ضيف 1/2 كوب من الحليب. انا هون عندي الحليب، فيكم تستعملوا اي نوع حليب، انا عم بستعمل اليوم حليب اللوز مو مشان شي بس لانه ما عندي حليب عادي خالص. المهم 1/2 كوب حليب وبنخلط مع بعض. وهيك بعد ما خفقتهم هاي هي النتيجة، هذا هو الكيك الأساسي. هلأ الخطوات اللي عنا الجاهزة، نحنا جهزنا هلأ خليط الكيك،
خليط السكر البني مع القرفة. هلأ منجي لمرحلة التطبيق. القالب اللي جهزناه من قبل رح نحط نص كمية الخليط الكيك اللي عملناه ومنمده بالصينية. لأنه هو هذا الكيك هو عبارة عن طبقات ورح نخبزه كلهم مع بعض. تقريبا هاي نصه، حط شوي كمان، منمده منيح بالصينية هيك. أكيد فيكن تستعملوا ورقة الزبدة، هي بس مشان السهولة وقت اللي بدنا نفتحه نشيله من القالب بيكون سهل. إذا بكن تستعملوا ورقة الزبدة كمان عملوا لها هيك حواف حتى تنشال معكن. هي مدينا هيك، بعد ما مدينا أول طبقة، نص طبقة تقريبا من خليط الكيك، رح نحط فوقه التفاح اللي محضرينه من قبل، كمان نص الكمية بهالطريقة هيك. والطبقة اللي بعدها رح نحط السكر مع القرفة اللي حضرناه، كمان سكر البنة، كمان نص الكمية. لاحظين كيف؟ وبعدها رح نحط باقي الكيك، النص الثاني من الكيك فوقهم، نغطيهم كلهم. هاي هي الكمية، أخذت نصها. مثل ما شايفين هيك الطبقات رح تكون. هلأ رح نحط آخر طبقة من الكيك. هيك مديناها، تعطوها شوية ضربة حتى تتوزع كلهم مع بعض. وهلأ جينا على آخر خطوة اللي هي رح نرجع نحط تفاح من جديد. إذا طلع عندكم هيك سائل من التفاح يستحسن ما تحطوه، لأنه كمان التفاح رح يرجع ينزل سوائل. هون الكمية شوي أقل بتكون، خلينا نقول تلت تقريبا من اللي حطيناه هنيك والنص، منوزعون بهالشكل ومنرجع منحط فوقهم باقي السكر والقرفة. أنا رح أحط هيك وبعدين رح وزعهم بطريقة متساوية للكل. هيك وزعتهم، رح أقرب لكم كمان حتى تشوفوا كيف الخليط رح يكون بهذا الشكل. هلأ بواسطة سكين بس هيك حاولوا أنه تضغطوا عليهم. صينيتنا القالب جاهز ليفوت على الفرن مثل ما قلت لكم، على درجة حرارة 350، ما يعادل 180 بالفرنهايت. أظن يعني بتاخد ساعة. هلا بقلكن قديش أخدت معي بالفرن. هيك جاهزة. هاي حطيته بالنص تقريبا، الرف النصاني على درجة 350، وهلا بنشوف الوقت. هلا عندي هون الساعة 10:52 رح نشوف قديش بده وقت. وهلأ جيت بعد هالوقت، هلأ 47 11 47. أول شي بكن تفحصوها بالتوست بيك تشوفوا، أو بهاي حتى تشوفوا إنه هي مستوية ولا لا. لسه طالع عليها شي بسيط، بس الوش هون تحمر، يمكن بده شي 10 دقايق. بس بهالمرحلة أنا شو بعمل؟ غطيها بورقة سلوفان، غطي الوش حتى ما يحترق الوش ويتحمر أكتر، لأنه هذا هو المطلوب اللي أنا بديه. بس كمان رح اتركها 10 دقايق تانيين، بس رح غطي الوش تمام فيها. وهي الوقت مثل ما مبين عليكم صارت 11:55، وهلا اختبرتها جاهزة خالصة. مشان هيك حبيت فرجيكم كل شغلة بتتبع من فرن لفرن. اللي فرنه على الغاز
اكيد غير، انا فرني هون على الكهرباء ومروحة كهرباء. المهم انتو بتختبروها بنكاشة الاسنان توث بيك، اذا فيها كمان هيك وحمر الوش بتغطوها بهالطريقة. انا اخذت معي تقريبا ساعة وعشر دقايق، ما كتير شاطرة بالرياضيات، ساعة وعشر دقايق. وهيك النتيجة النهائية بعد ما طلعتها من الفرن. هلأ بدي قلكن الريحة بالبيت بتجنن، شي من بين القرفة وريحة التفاح. يعني رح اتركها تبرد تقريبا، مو كتير تبرد، يعني تقريبا عشر دقايق رح اتركها بحرارة الغرفة، بعدين رح شيلها من هاي ونزينها مع بعض. وهلأ بعد مرور عشر دقايق، لاحظوا كيف بدي شيلها انا من الصينية، عشان هيك قلت لكم لازم تحطوا ورقة لأنه ما رح نقلبها، نحن بدنا نحافظ على الوش التحتاني. بس ديروا بالكم تتكسر معكم انتوا عم بتشيلوها، إذا كان في شي ملزق هون بس هيك حركوه ومنشيلها. بسم الله، كمان هون في شي ملازق. اوكي almost. يلا ها قربت تطلع. بسم الله بسم الله بسم الله. وهلا بدي اعمل تغطية للوش حتى نزيد حلاوة، ما بكفينا هيك كالوري، بدنا اكتر، بس انه موديلها بيطلع احلى. عندي هون كوب من السكر، رح اقربه شوي، كوب من السكر البودرة، لازم يكون منخل كتير منيح. رح ضيف عليه تقريبا 3 ملاعق من الحليب بالتدريج. هلا انا هو 3 معالق لهذا الكوب، بس رح ضيف هيك بالتدريج ونخلط نخلط كتير منيح. اذا لقيناه كتير سائل منزيد بودرة، واذا لقيناه كتير جامد منضيف شوية حليب. هلا بفرجيكم الكثافة اللي انا بدي اياها، هيك بنخفق كتير منيح، شكله ما بده شيء عن نظر، يعني ببين معكم هذا هو المطلوب. كمان رح ضيف عليه عصرة ليمونة، بتكسر بتعطيه شوية حموضة، بتكسر الحلاوة نوعا ما، وخاصة انه مستعملين تفاح حامض بالوصفة كتير بيلبق له. كمان الخفق استعملوا اذا كان عندكم هاي الويسك او اي ويسك تاني موجود عندكم. هاي هي الكثافة المطلوبة. وهلأ منزين فيها الكيك. هلأ رح حط الخليط الكليز اللي حضرناه مع بعض بس بهالطريقة هيك. هلأ إله 15 دقيقة الكيك طالع معي من الفرن، يعني ساته دافي، مانو بارد ولا ساخن كتير، دافي تقريبا، أظن هيك كافي. بخلي شوي للزينة وهيك الكيك بيكون خلص معنا. رح أقطعه قدامكم وفرجيكم من جوا كيف، برجع بحط كمان شوي من هدول. وهلأ بدنا ندوق ريحة غير شكل، رح فرجيكم من قلبه كيف.